كتير من المصريين بيحلموا يمتلكوا عربية ألماني. معروفين العربيات الألماني بجودتها، اعتماديتها، وأدائها العالي. لكن شراء عربية ألماني جديدة في مصر ممكن يكون مكلف جداً. ومن هنا بتيجي فكرة استيراد عربية مستعملة من ألمانيا كخيار رائع. ممكن تكون التكلفة أقل، وكمان هيكون عندك اختيارات أكتر من ناحية الموديلات. الموضوع ممكن يبان صعب شوية، لكن مع المعلومات الصحيحة ممكن تبقى العملية سهلة. استيراد العربية بنفسك بيديك حرية اختيار العربية اللي أنت عايزها بالظبط. ممكن تلاقي عربية ماشية كيلومترات قليلة، لون معين، أو مواصفات مميزة. الدليل ده هيوضح لك كل خطوة في عملية استيراد عربية مستعملة من ألمانيا لمصر. هنتكلم عن كل حاجة من إزاي تدور على العربية لحد ما تتسجلها باسمك. أول خطوة هي البحث عن العربية اللي بتحلم بيها في ألمانيا. ولحسن الحظ، الإنترنت خلى العملية دي أسهل بكتير. في منصات إلكترونية كتير موثوق فيها مخصصة لبيع العربيات المستعملة. مواقع زي موبايل دي وأوتو سكاوت سوينتين مشهورة جداً في ألمانيا. المواقع دي بتعرض آلاف العربيات من معارض أفراد. وإنت بتدور في المواقع دي، استخدم الفلاتر عشان تحدد بحثك. ممكن تحدد البحث على حسب الماركة، الموديل، سنة الصنع، عدد الكيلومترات، السعر، وغيرها. متنساش تتأكد من تقييمات وآراء الناس اللي اتعاملوا مع البائع قبل كده. لو بتفضل تتعامل مع حد بشكل مباشر، في معارض كتير في ألمانيا متخصصة في تصدير العربيات. ممكن تتواصل معاهم وتقولهم على طلباتك، وهما هيساعدوك تلاقي العربية المناسبة ليك. قبل ما تشتري العربية، لازم تتأكد إن كل الأوراق المطلوبة معاك. هتحتاج جواز سفر مصري ساري ورخصة قيادة سارية. هتحتاج كمان مستند يثبت محل إقامتك في مصر، زي فاتورة كهربا مثلاً. أهم مستند هو فارتسويك بريف، أو الرخصة بتاعة العربية. المستند ده بيحتوي على معلومات مهمة عن العربية، زي تاريخها وملاكها السابقين. لازم تطلب من البائع تقرير مفصل عن تاريخ العربية. التقرير ده بيبين أي حوادث، إصلاحات، أو أقساط متأخرة على العربية. بعد ما تختار العربية وتتأكد من الأوراق، جه وقت الدفع. يفضل استخدام طرق دفع آمنة زي التحويلات البنكية. تجنب الدفع نقداً، وخصوصاً لو المبلغ كبير. لازم توقع عقد بيع شامل. العقد ده لازم يوضح شروط البيع بشكل واضح، بما في ذلك السعر وموعد التسليم وأي ضمانات. تأكد إن العقد بيشمل رقم الشاسي بتاع العربية إن. رقم الشاسي ده زي بصمة العربية وضروري لتسجيلها في مصر. متترددش إنك تستشير محامي لو عندك أي شكوك بخصوص العقد. المحامي هيضمن لك حقوقك. المرحلة الخامسة، شحن عربيتك من ألمانيا للموانئ المصرية. بعد ما تشتري العربية، جاء وقت شحنها لمصر. في شركات شحن كتير متخصصة في نقل العربيات دولياً. ممكن تختار بين الشحن في حاوية أو الشحن رورو، واللي معناها roll on roll off. الشحن في حاوية أمن بس أغلى. الشحن رورو أرخص، بس عربيتك بتكون معرضة للعوامل الجوية أثناء الشحن. مدة الشحن من ألمانيا لمصر بتكون في الغالب من 3 لأربع أسابيع، على حسب طريقة الشحن وميناء الوصول النهائي. تأكد إن شركة الشحن هديك رقم تتبع. الرقم ده بيخليك تعرف عربيتك وصلت فين. المرحلة السادسة، التعامل مع الجمارك المصرية، الرسوم والضرائب. لما عربيتك توصل ميناء مصري، هتدخل جمارك، وهنا هتدفع رسوم الاستيراد والضرائب. المبلغ اللي هتدفعه بيعتمد على سنة صنع العربية، سعة المحرك، وقيمتها. الأفضل إنك تستشير مخلص جمركي عشان تعرف تكلفة الرسوم بدقة. هتحتاج تقدم للموظف الجمركي كل الأوراق المطلوبة، بما في ذلك عقد الشراء، رخصة العربية، ومستندات الشحن. خليك مستعد إن ممكن يحصل تأخير بسيط في الجمارك. في الغالب بتاخد العربية كام يوم عشان تخلص من الجمارك.
المرحلة السابعة عملية الترخيص، استخراج أوراق عربيتك. بعد ما تخلص من الجمارك، هتقدر ترخص عربيتك من إدارة المرور. هتحتاج تقدم الأوراق الأصلية، بما في ذلك أوراق الجمارك. إدارة المرور هتعين العربية عشان تتأكد إنها مطابقة للمواصفات المصرية. ممكن تحتاج تعديلات بسيطة، زي ضبط كشافات الإضاءة. بعد ما الفحص يخلص، هتدفع رسوم الترخيص وتستلم لوحات العربية المصرية. مبروك! دلوقتي تقدر تسوق عربيتك الألماني في مصر بشكل قانوني. المرحلة الثامنة، نصائح لاستيراد سلس، تجنب الأخطاء الشائعة. استيراد عربية ممكن يكون عملية معقدة، بس النصائح دي هتساعدك تتجنب الأخطاء الشائعة. أولاً، ابحث كويس. لازم تفهم قوانين الاستيراد، التكاليف، والتحديات المحتملة قبل ما تبدأ العملية. ثانياً، اختار بائع وشركة شحن موثوق فيهم. اقرأ تقييمات الناس، قارن الأسعار، وتأكد من خبرتهم في شحن العربيات دولياً. ثالثاً، افحص العربية كويس قبل ما تشتريها، والأفضل إنك توديها لحد ميكانيكي. ده هيساعدك تتجنب أي مفاجآت مش حلوة بعد كده. أخيراً، خليك صبور. العملية كلها، من وقت البحث عن العربية لحد ما تسوقها في مصر، ممكن تاخد كام أسبوع. المرحلة التاسعة، تحليل التكاليف، ميزانية استيراد سيارتك. استيراد عربية بيكلف فلوس غير سعر العربية نفسها. التكاليف دي بتشمل مصاريف الشحن، رسوم الاستيراد والضرائب، التأمين، ورسوم الترخيص في مصر. تكاليف الشحن بتختلف على حسب حجم العربية، طريقة الشحن والمسافة. رسوم الاستيراد والضرائب في الغالب بتكون جزء كبير من التكلفة الإجمالية، وبتتحسب على أساس قيمة العربية، سعة المحرك، وسنة الصنع. التأمين مهم جداً أثناء الشحن، ولما العربية بتكون في الطريق. رسوم الترخيص في مصر بتشمل رسوم المعاينة، رسوم اللوحات المعدنية، والمصاريف الإدارية. لما تفكر في كل العوامل دي بعناية، هتقدر تعمل ميزانية واقعية لاستيراد عربيتك. المرحلة العاشرة، مميزات الاستيراد، الجودة والقيمة. على الرغم من الأوراق والخطوات المعقدة، استيراد عربية مستعملة من ألمانيا له مميزات كتير. العربيات الألماني معروفة بجودة تصنيعها، اعتماديتها، وأدائها العالي. في الغالب بتاخد قيمة أكبر لفلوسك مقارنة بشراء عربية مستعملة في مصر. ده غير إنك بيكون عندك اختيارات أكتر بكتير من ناحية الموديلات، ساعات المحركات، والمواصفات. ممكن تلاقي عربيات مميزة ومحافظة عليها مش موجودة في سوق العربيات المستعملة في مصر. استيراد عربية بيديك حرية اختيار المواصفات اللي أنت عايزها بالظبط، من اللون لسعة المحرك. المرحلة الحادية عشرة، استمتع بسيارتك الألماني على الطرق المصرية. استيراد عربية مستعملة من ألمانيا لمصر ممكن يبان صعب، لكن مع المعلومات الصحيحة والاستعداد الجيد، ممكن تكون تجربة سهلة ومجزية. لما تتبع الدليل ده وتفهم الخطوات وتهتم بالتفاصيل، هتقدر تنجز العملية بالثقة. افتكر إنك لازم تبحث كويس، تختار بائع وشركة شحن موثوق فيهم، وتكون صبور طول العملية. متعة قيادة عربيتك الألماني اللي بتحلم بيها على الطرق المصرية هتخلي كل المجهود يستاهل. ابدأ بحثك، اختار العربية اللي تعجبك، وابدأ مغامرة استيراد عربيتك. متنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك للفيديو. لو عندك أي أسئلة، اكتبها في التعليقات تحت. حلمك إنك تسوق عربية ألماني في شوارع مصر على بعد خطوات بسيطة، مع المعلومات الصح والتجهيز، تقدر تحقق ده. شكراً ليكم، وهنشوفكم في الفيديو الجاي.